الإدارة العامة للدفاع المدني إلى توفير الحماية والوقاية والسلامة، وخاصة في فصل الصيف، وذلك لتأمين سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة. نتابع هذا التقرير وراجعين. في إطار العمل على تعزيز وعي المجتمع وتنمية الثقافة الأمنية من خلال الالتزام باشتراطات السلامة المنزلية والسلامة العامة، تبذل الإدارة العامة للدفاع المدني جهوداً حثيثة في تحقيق رسالتها السامية في حفظ سلامة الأرواح والممتلكات، خصوصاً في فصل الصيف، حيث تزداد الحوادث ومن ضمنها حرائق السيارات والمنزل في ظل ارتفاع درجات الحرارة الشديدة. مسؤولية وأمانة يحملها رجال الدفاع المدني على عاتقهم، بدءاً من استلام البلاغ حتى وصولهم إلى الموقع ومباشرتهم لعملهم الإنساني، وذلك سعياً منهم لتوفير الحماية والسلامة لأفراد المجتمع. مشاهدينا، بنتعرف على أبرز الجهود اللي تبذلها الإدارة العامة للدفاع المدني لتعزيز الثقافة الأمنية في فصل الصيف. معانا في الاستديو النقيب محمد إبراهيم الرئيس، ضابط علاقات عامة بالإدارة العامة للدفاع المدني. مساك الله بالخير وحياك الله. مساكم الله بالنور والله يحييكم. نورتنا، الله يسلمك. وجودكم حياك الله. بدايتنا بنتكلم عن أبرز أنواع البلاغات اللي ترد إلى غرفة العمليات بالإدارة العامة للدفاع. طبعا في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، نحب نمسي عليكم وعلى المشاهدين جميعا بكل خير. طبعا الإدارة العامة للدفاع المدني تستقبل جميع أنواع البلاغات، منها الحرائق، الإنقاذ، المساعدة، الخدمات الخاصة وحوادث الطرق. طبعا من بداية 2023 حتى اليوم تعاملنا مع تقريبا 6300 بلاغ. طبعا آلية استلام بلاغات غرفة العمليات الرئيسية تحول البلاغ إلى غرفة عمليات الدفاع المدني، وبالتالي تحولها إلى المركز المعني. يعني الإدارة العامة للدفاع المدني حققت نجاح لافت للأمانة، يعني على مستوى مبدأ سرعة الاستجابة. كلمنا عن جهودكم يعني المرتبطة بهذا الجانب. نعم طبعا، يعني أهم مبدأ للدفاع المدني هو سرعة الاستجابة. الثانية أو الثواني تفرق لإنقاذ حياة شخص وروح شخص. طبعا ولله الحمد، يعني إحنا نعمل جاهدين خلال 4 أو 5 دقائق نوصل إلى الموقع من استلام البلاغ حتى مباشرته ما نتعدى 4 أو 5 دقائق. الحمد لله طبعا هناك دعم لا محدود من سيدي معالي وزير الداخلية، من سيدي سعادة رئيس أمن العام، من خلال يعني تكثيف دورات الكادر البشري للدفاع المدني، من خلال دورات يعني عملية ونظرية على مدار العام. وطبعا نتائج هذه الدورات قاعدة تنعكس حاليا على أرض الواقع. نعم طبعا الحملات التوعوية قائمة على مدار العام، ولكن تزداد مع فصل الصيف. كلمنا عن هذه النقطة أكثر. نعم مثل ما تفضلتي، حملاتنا على مدار العام. نعم. فصل الصيف نركز على حملة السلامة في المركبات وحملة السلامة في برك السباحة، بحكم أنه يعني يمكن في ازدياد ملحوظ في بلاغات المركبات. أيضا مثل ما تعرفين أن في فصل الصيف يزيد زيارات لبرك السباحة. نعم. فيعني نركز على هالحملتين، حاول نستهدف أكبر فئة من المجتمع البحريني، نوصل لهم رسالتنا من خلال زيارات ميدانية توعوية، أيضا من خلال فيديوهات توعوية على وسائل برامج التواصل الاجتماعي. من البرك السباحة إلى المطابخ أيضا نقيب محمد، هي يعني بيئة للحوادث أيضا تعتبر المطابخ، خصوصا في فصل الصيف. يعني ف أكيد إحنا من خلالك نبي نتواجه يعني جملة من النصائح لربات البيوت. نعم طبعا إحنا عندنا تنسيق يعني على مدار العام مع ربات البيوت، بالتنسيق مع مختلف محافظات مملكة البحرين. نعم. طبعا يمكن رسالتنا نقول من الضروري وجود طفاية حريق في المطبخ. نعم. من الضروري وجود بطانية الحريق، كاشف الدخان، كاشف الغاز، اسطوانات الغاز يجب أن تكون خارج المنزل بصندوق حديدي مهوى بشكل جيد، بعيد عن حرارة الشمس وبعيد عن لعب ولهو الأطفال. نعم طبعا هناك ازدياد ملحوظ في ارتفاع درجات الحرارة، فمن الطبيعي أن شوية تزداد معه استعمال أجهزة التكييف. شنو الإرشادات اللي لازم نتبعها في هذه الحالة؟ نعم أجهزة التكييف كل تأكيد نستخدمها أكثر في فصل الصيف. طبعا جهاز التكييف يجب أن يكون معتمد ويعني جودة عالية. التوصيلات الكهربائية بين جهاز التكييف ومفتاح الكهربائي يجب أن تكون في الشكل السليم والصحيح. الصيانة الدورية لجهاز التكييف، إذا نبي نبدل مثلا قطعة داخل جهاز
أساس تكييف يجب أن تكون أصلية ومعتمدة. نعم. هل صحيح نقيب محمد أن ترك الأجهزة على الشاحن يعني قد يكون سبب في حريق؟ وخلنا بعد إحنا بالمناسبة نتكلم عن الأسباب أو أهم أسباب تكون الحرائق في المنزل. نعم، كل تأكيد ممكن يكون في حريق طبعا. نعم. السبب طبعا الأجهزة الكهربائية يجب مثل ما ذكرت يعني أنها لازم تكون معتمدة وذات جودة عالية. نعم. أيضا نعمل لها الصيانة الدورية، وأيضا هناك نعم أسباب أخرى يعني مثلا التوصيات الكهربائية اللي تكون بين النوافذ والبيبان هذه خاطئة، أو نحمل موزع الكهربائي فوق طاقته. نعم. أو مثلا أيضا نستخدم أكثر من جهاز كهربائي على محول واحد، هذه جميعها قد تسبب حريق. نعم، نفس ما ذكرت قبل شوي أن تزداد الزيارات لبرك السباحة في فصل الصيف، شنو الاشتراطات اللي تقولونها لأصحاب البرك اليوم؟ نعم، أصحاب البرك نقول له يعني ضروري أول شيء تأكد من جودة المياه. نعم. صلاحية المياه، تأكد من يعني توفير طفاية حريق، معدات الإنقاذ، معدات الإسعافات الأولية، كتابة عمق بركة السباحة، توفير لوحة إرشادية، ويعني هذه الأمور يجب على جميع يعني ملاك برك السباحة أن يتبعونها. نعم، يعني أيضا من برك السباحة من المطابخ يعني أيضا وبرك السباحة إلى السيارات اليوم يعني، وفي فصل الصيف تكثر الحوادث، يعني حوادث الحريق المرتبطة بالسيارات، يعني لو أنت تقدم لهم أيضا ببعض النصائح. نعم طبعا، في البداية دائما ننصحهم بوجود طفاية حريق صالحة مع المعرفة الكافية على كيفية استخدامها، أيضا عمل الصيانة الدورية للسيارة، عدم التدخين أثناء التزود في الوقود. نعم. وإذا طبعا بنبدل أي قطعة في السيارة يجب أن تكون أصلية ومعتمدة. ويمكن الشيء الأكثر احنا نركز عليه في فصل الصيف أن نبعد جميع المواد القابلة للاشتعال من داخل السيارة. نعم. مثل المعقمات، الشاحن المتنقل، الولاعات، عبوة العطر، عبوة الغاز، جميعها لازم تبتعد من تحت أشعة الشمس لأنها قد تسبب انفجار أو حريق لا سمح الله. نعم. النقيب محمد إبراهيم الرئيس ضابط علاقات عامة بالإدارة العامة للدفاع المدني، كل الشكر لك ويعطيك العافية. الله يعافيك.